في انستتيوشنز بيكتبوا التاريخ، في انستتيوشنز مطاعم بيصعوا على محل ببطل طيب مش طيب، مش هذا الموضوع. في انستتيوشنز كتبوا تاريخ دول، بلدان، مناطق، او حتى الاكل اللبناني وبيناتهم صفد. 24 سنه ان ذا ميكينج، 24 سنه من اول فرع لثاني فرع لثالث فرع، كل واحد كان خلقان بالامارات او اجى على الامارات من زمان بيعرف انه بياكل عند الصفدي، والصفدي بقي مثل ما هو، وبقيت الكواليتي، بقيت التكستشر عندنا اتطورت. اجوا الاولاد من بعد البي يلي عمل شغل كتير عظيم، وفاتوا بادق التفاصيل، قديش علو الصحن تيكون الحمص مزبوط، وقديش الزيتات بينكونوا موجودين، وكيف بيركبوا على بعضهم السمبوسك واحدة حد التانية اول معجنات بلا ما يكون مبين الصحن فاضي. الديكور، الكلاس، الفيناس، الحامضة، الخسة، وما في عجقة يمين شمال او جزرة مزينة من هون ومن هون. عم نحكي عن صحن حمص، عم نحكي عن باذنجان، عم نحكي عن رزات، عم نحكي عن كيترينج. عندنا كمص الصحن يلي طلعت فيه وقلت حلو، مين اللي عامله وبتعملوا هيك وبيطلع لكم الصفدي؟ لانه ما في براندنج. الشوكل، السكينه، الكاتلري، تشاينا، السيلفر وير، اند سو اون اند سو فورث. صار بتفوتوا على المطبخ وبتشوفوا العالم كيف عم تشتغل، هالناس اللي صار لها 23 سنه و22 سنه و20 سنه شفير عم تشتغل بانستتيوشنز. ما عم تحكي بس قطع الطريق فايت لهون وبعدين بكفايه. اخذت الاكل وطورته خلال كل هالسنين، والزبونات اللي بتشوفوهم هون هن زيتون بيلتقوا الناس اللي بتعرف بعضها لانه صاروا يجوا ويقدروا مكفيين. كل هالانترودكشن توصلكم على الموضوع انه ما راح اقعد قدام الاكل وخبركم انه طيب او مش طيب، لانه بالمبدا بعرف انه طيب. وانا اقل الناس لمطعم صار عنده 4 أو 5 فروع وبيقعد 450 شخص. فيني بلش اون كونفنشن ولا بلش اقول اني بحبك بحبك بحبك؟ انت هون بدك يا حبيبي. بنبلش دغري. عشرة قديمه يعني. نحن بلشنا 2017 تعرفنا على بعضنا اول مره، انبسطت كثير، وبتذكر انترفيو حافظ كلمه كلمه، خبرتني عنك عن حياتك، كيف وين كنت، وين وين كيف كبرت. بتعرف الفيديو لليوم بعض الناس عم تحضره وبوقتها هلا بيجيني كومنت عن جد هيك، ثقتك فيي كانت بتعقد وخلقت صداقه بغير محل. لكتير عالم انت صاحب مطعم، لعالم تانية انت من اهم الناس اللبنانية اللي فتحوا مطاعم بدبي. لإلي صدقني انت شخص بقعد معك وبتسمع لك لساعات وساعات واكتر بكتير من صاحب مطعم او من لقمة طيبة. فادي الصفد اليوم طلبت منك انه نكون قاعدين سوا على رح تسميه انترفيو، لانه تستاهل اكتر بكتير من هيك. تسلم تسلم. انت رح تخبرني انت مين، وين كنت، وين صرت، واليوم الصفدي مع اولادك لوين اخذ الاكل لبنان؟ كان بلبنان حرب، سكرت المدارس وبي نزلني على الملحمه بال 76، كان عمري 13 سنه، فما في مدارس. فانا نزلت على الملحمه مع بي وشافني اني هيك حرك وشاطر وهيك، وصرت الفي على المحل وتعلمت المصلحه. كان اول سنتين اعترضت كثير انه شو عم تشغلني نظافه، فقال لي بي انا ناوي اقعدك مطرحي، لتقعد مطرحي بدك تبلش من هون. بلشنا نظافة، جالي وشطف تنظيف، والحمد لله تعلمت المصلحة وأنا تعلقت بالمصلحة. فرماني رأيت الأمور ببيروت، رحت على مدرسة ليلية لحتى ضلني بالشغل لأنه كتير حبيت الشغل، وكانت البداية من هونيك يعني بالملحمة عند الوالد الله يرحمه. وكان بي كتير مميز كملحمة ببيروت، وزباين كان يورد للمطاعم وللأوتيلات، يعني زلمة كتير كان مهم بشغله الله يرحمه. فتعلمت منه، هذا كان بداياتي من ملحمة ببيروت لحدا صدر النفس اللبناني على دبي. نعم. اليوم 3 فروع، مطبخ بياخد العقل الحمد لله. شو اللي شو الدافع اللي بخليك ماشي او كف المسيره بهالقوه؟ هو صراحه انا عندي شغف قوي على الشغل وبحبها للمصلحه. يعني ممكن اذا بدي اشتري شيء بخصني لالي فكر كتير، مثلا غير سيارتي او جيب لي غرض او اشتري لي شيء شغله لالي، ممكن فكر كتير بالموضوع. بس لحتى اطور بمطبخي يجوا الشباب يقولوا لي في شيء جديد للشغل، ما بتردد ولا يعني قراري بيكون كتير كتير سريع،
لطور الشغل ولحسن الشغل يعني كل عندي شغف لها بحبها يعني بقضي كل وقتي بالشغل كل وقتي وهذا في اعتراضات من العائله دائما علي انه انا بشتغل كثير خلينا نبلش بالملحمه نعم بلشت ملحمه نعم لحمه نعم برجع بعيد ببيروت نعم وشفت صور مبينه بين الملحمة بتبيع لحمة قد ما اليوم ما لحم فيهم على 10 مرات كانت أيه. أساس أيه بداية لكن كنا بالسبعينات كنا نبيع 7-8 آلاف ليرة لما كان حق الشقة بيروت 60-70 ألف ليرة 3 أوض نوم يعني كان شغلنا كتير قوي بابا كان كتير معروف يعني واللي ساعدني كتير أنا لما فتحت المطعم ببيروت أنا وإخواتي كنا أنا والشباب إخواتي تكتفنا لنفتح مطعم مهم يعني كان لما فتحنا ببيروت كان اسم الوالد الله يرحمه بالنسبة للحمة كان عنا صيت يعني فتحنا المطعم مع صيت أنا رحت على السعودية اشتغلت كان عمري 18 سنة وشي يعني رحت على السعودية اشتغلت لحام بقلب مطعم وكنت جاهز اللحمة أنا فكنت أصغر واحد بالمحل وبعتقد كنت يعني أكثر واحد أكتف بالمحل يعني أي الحمد لله تعلمت بالسعودية شغلة المطاعم بمطعم عادي يعني وبعدين حطيت ببالي اني اوصل للي انا بدي اياه من ملحمه على مطعم أي. هالمطعم نعم. بلش نعم وين بلش صحن الحمص وين بلش التبوله شو اللي بلشنا ببيروت بالملا حدبت دكتور سليم الحص بيقولوا له منطقه الملا بلشنا بهيدا المحل يعني تطورت معنا الفكره تحت وبعدين قالي زبون معرفة صديق أنا وياه كمال غيس he's my partner هو كان دائما يقول لي أنت ما لازم تكون هون لا تعال نعمل شيء برا تعال نعمل شيء هو يعني كانت إنه قلت له خيال الله نتكل على الله فجيت أنا وكمال على هون وكانت الفكرة إنه نعمل مثل سفرة بيروت تيك أواي وساندويتش بعدين قلت له أنا شفت البلد بلاقي إنه لازم يكون عندنا ريستوران كتير كتير مرتب هذا اللي أنا شايفه يعني فهو اقتنع بأفكاري وآمن فيني يعني زلمة ونيتنا على بعضنا والله وفقنا وكبرنا وجيت على البلد ولادي صغار يعني كانوا هون سنة 2000 كان أول مطعم للسفدة بدبي بشارع الرقة كان 540 متر فجبت معي الأكيب تبعولي اللي هن شباب يعني بين هلالين الشباب اللي معي في شباب معي من 94 في شباب معي من 97 في يعني من التسعينات بعدهم معي بالشغل لهلأ يعني شو السر؟ أول شيء الطعم الكتير طيبة أيه. النفس والنجاح شوف أول شيء هذه المصلحة بدك تعطيها لتعطيك بدك تحط 9 لتاخذ 10 علمني بي شغلي الله يرحمه قال لي المصالح بتحب الفت ما بتحب اللت بدك تصرف على المحل لا يعطيك يعني في أشياء كتير أساسية لاستمرارية المطعم بدي يكون عندك 5 أشياء انت بتمسك السكين او الملعقه او اي شيء اكويبمنت تمسكها بايدك اليمين بتمسك الاكل بايدك الشمال في 5 أشياء ما بيتفرقوا عن اصابع ايدك بدك النوعيه والكميه يعني تعطي زبون حقه لما تاخذ منه والسعر والنظافه والخدمه يعني هول 5 أشياء لازم يضلوا موجودين مع بعضهم للمحل يستمر مطاعم لبنانيه بدبي قد ما بدك نعم مش انا عم بقول الناس بتقول صح بيجي عند الصفر يسأل بدي أكل لقمة ليش؟ كلهم خير وبركة واللبنانية أنا بنبسط بفرح كتير إنه نحنا بشكل عام كل المطاعم اللبنانية موجودين والمنافسة كويسة وأنا مبسوط إنه كل اللبنانية أخذين حصة كبيرة من السوق يعني اليوم أنت المطعم اللقمة اللبنانية صارت عالمية كل جنسيات العالم بفوتوا لعنا وبيستمتعوا بالأكل وبيعرفوا شو عم نعمل يعني المنيو تبعنا غني ولكل الجنسيات لكل الافكار مثلا عندك جالية كبيرة من الهنود بيجوا لعنا لانه فيجيتاليان مطبخ في كتير مجال للفيجيتاليان مقبلاتنا كلها فيجيتاليان ولذيذة وخفيفة يعني الناس اللي بتحب السمك بتلاقي عنا السمك اللي بتحب اللحمة بتلاقي عنا اللحمة كل شيء موجود عنا هلا هو بلبنان في نجاح للقمة لانه الناس تشتغل بالتخصص يعني بتيجي عبالك فلافل تروح نبيع الفلافل بيجي عبالك منقوشة تروح نبيع المناقيش يعني في تخصص بيبقى مركز على شغلة واحدة نحن قدرنا بالصفدة نجمع كل هالاشياء مع بعضها بس انا لما كان محلي بعده صغير ما كان كل شيء عندي لما بلشت كبر المحلات لانه كل صنف بدك تعطيه حقه لما قررت اعمل مناقيش عملت ديبارتمنت للمناقيش بقلب الصفدة مشان ياخد حقه ويطلع صح ما يطلع انه بس انه عندي منقوشة
ولما فوتنا السمك كمان لما كبرنا المحل حتى حطينا السمك. يعني كل نوع بفوت بينشغل عليه فترة طويلة قبل ما يكون بريزنت لزبون، لحتى تعطيه لزبون بدك تشتغل عليه بطريقة صح. لأنه أهم شيء أنه أنا ما بيهمني لما الزبون بيجي بيقول لي والله فلان أكله طيب، فلان عنده الكفتة طيبة، أنت الحمص عندك أطيب منه. أنا بقبل النقد وبستوعبه، بس أنا بهمني أنه أنت إذا أكلت عندي أي صنف من الصفدة ترجع بعد 5 سنين 10 سنين تأكل نفس الطعمة. يمكن يكون غيري أطيب بنوع معين بس أنا بعطيك نفس الطعمة، يمكن غير محل ما يعطيك نفس الطعمة 5 سنين. هذا تميز بالصفدة أنه عندنا ستاندر ما بيتغير، لأنه رو ماتيريال شغلة كتير مهمة. إذا بطلع أكل طيب اشتري رو ماتيريال غالي ومنيح بتوفر بالآخر. قديش غراض تجي من لبنان لهون؟ كتير أشياء، ومن غير بلاد كتير أشياء، زيت، طحينة، شغلات كتير، دبس الرمان، كتير كتير شغلات منجيب من لبنان كتير. من فادي الصفدة للأولاد هلأ عم بيكفوا، نعم، كيف التطور، كيف عم تواكب تطور الدنيا أو continuity؟ شوف الشباب بلشوا معي من أيام مدرسة، يعني فضل وعبد، عندي فضل وعبد الرحمن وطه الله يخلي ولادك، 3 شباب بلشوا معي بالشغل بالصيفية بالويكند بالهيدا، بيجوا بيتواجدوا، عيشتهم الفكرة. أنا لقيت إنه ولادي عندهم الفطرة بالمصلحة، وأنا ما كملت تعليمي يعني، بس إنه الحمد لله الشباب عندي جامعين بين الفطرة والعلم. تعرف هلا كل شيء صار تكنولوجي، وهذا طوروا كتير بالإدارة بالدليفري بالمانجمنت بالمحاسبة بالصناديق بالكنترول، طوروا كتير كتير أشياء بالسيارات الدليفري. أنا تارك لهم المجال إنه يفتوا على المصلحة، ما عندي مشكل. فهني جامعين بين الفطرة وبين العلم، كتر خير الله لأنه الأشياء عم تتطور. أنا أخذتها بالفطرة الحمد لله، أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. في ناس أشطر مني وفي ناس تعبوا أكتر مني وصاروا أكبر مني، وفي ناس أقل مني بكتير وصار عندهم مصاري. هيدي أرزاق، أنت يعني أنا بؤمن بالأرزاق، رضا الوالدين والأرزاق. الصفدة اليوم كم فرع عنده بدبي؟ نحن بلشنا ديرة on 2000، بعدين عملنا 2004 ب2004 شيخ زايد، بعدين عملنا 2015، لأنه بهاي الفترة بين هول السنين من 4 إلى 15 قد ما كان في جنون بالسوق والبلد عم تمشي بسرعة، ما كنا نلاقي لوكيشن حلو. لا الله وفقنا بلوكيشن، وكانت نقلة نوعية بأم الشيف اللي هو جميرة أم الشيف شيخ زايد نمبر 2. وبعدين عملنا بالم ب 2018، بعدين عملنا موتور سيتي on 2020. سو هلا كتر خير الله، كتر خير الله ابو ظبي، وفي 2 جداد على الطريق، وفي الشباب فضل وعبد اللي بتعرف انه ينوض دار يو فرند. الشباب عاملين هلا سنترال كيتشن which is very very huge، يعني ممكن نعمل فيه وايت ليبل وممكن نوسع الكيترينج تبعنا لانه ما عملنا حق كيترينج كتر خير الله. ولا يعني لقدام عم نعمل من 24 سنة خلقت كواليتي مرتبة، عندنا يعني عملته ابجريد بالديزاين وبالسيت اب بالماتيريال، يعني حتى هيدا عم جيبه من ايطاليا خصوصي لعنا سيربيجانتي، عم نفوت بكواليتي بكون ما كتير مين مكان عم بيقدر نحن الحمد لله الحمد لله. انا بحب شغلي and I'm really proud انه في كتير ناس بيحبوا يعني يعملوا اللي صفدي عم يعملوا، which is كتر خير الله انه نحن من شايفين ما عم نشوف، وهذا هيك الله هيك بتعرف حالك نجحت. ساعات الناس بتضطر تفرج عليك وتعمل مثلك. شوف بمحبة زباينك بإخلاصك لشغلك انك to be honest with people، والله بحبنا انه عنا زباين كتير منيح مقدريننا، we have a lot of loyal customer، كتير عنا loyal customer، البلد بيحكي وبيحبونا كتير زبوناتنا، وهذا شيء كتير عم بيساعدنا. يعني نحن هذا المحل اذا بقلك انه من اول ما حطينا ستيكر على الازاز انه صفدي سون، ما بتصدق كل يوم امتى حتفتحوا امتى حتفتحوا تليفونات وسؤالات، يعني كتر خير الله محبة الناس. وهذا حملنا العالم اللبناني والسقف اللبناني وفرجانا لكل العالم الاكل اللبناني الصح، الديكور الحلو، وفرجيناهم انه الاكل اللبناني لازم يكون كلاسي فاين. الحمد لله عم جو البلد وجو الامارات عم يتحم، يعني عم بيشجعك انك تفوت بهيك مستويات.
لانه كثير كثير في لكشري، في نظافه، في يعني لما بتعمل شيء عم ينشاف، عم ينشاف وعم ببين كثير. سو انت مضطر انك يعني عم تتحمس، عم تكون مبسوط بالاسلوب المعيشه، كثر خير الله، الامن والامان والاطمئنان، عم بيشجعك انك تحط كل ضغطك وكل قوتك بشغلك وبالبلد. ليش ابو ظبي؟ ابو ظبي من زمان، ابو ظبي يعني اوف كورس، يعني احنا كثير عندنا زباين بيجونا على دبي، بيجونا من العين، من شارقه، من ابو ظبي. ابو ظبي من زمان، بس سبحان الله انا بؤمن بالارزاق. يعني كل ما قبل كورونا يعني من زمان، من 10 15 سنه عم نحاول نجي على ابو ظبي، بس يعني لحتى اجى لوكيشن اتمنت بيه. يعني انا بؤمن بالقدر وبالوقت، مش لوكيشن لا. مش لوكيشن حلو، ده لوكيشن يا اجى لحاله سبحان الله. نحن يعني وين؟ نحن بالقناة. بيشرفني بيسعدني انه الاونر يعني جماعة القيمين على المشروع هن اللي اختارونا. بدي اتشكر مستر ابو فراس، فؤاد مشعل، هيز ماي فريند، صرنا كتير كتير اصحاب. كان شرف كبير لإلي انه نحن بدل ما نركض على هيك لوكيشن، كان شرف كبير لنا انه هن الجماعة طلبونا نكون معهم، وهذا كتير كتير كان حلو ومشجع. نحن بنبلش من الاول بنخلص بالاخر تقريبا شي 50 متر، محل ببلش ما بيخلص. سموكينج الحمد لله، اند ذن نون سموكينج. اند خليني انا شو شفت ديزاين انسبيريشنز، لون 2 3 في ديبث اوف فيلد، في الوان حلوه، شويه ذهبي فور ذا كلاس، اند في ناس ابيض من فوق، برايفت سيتنج 1 2 لبنان عم بيرجع نتذكره بشويه زيتونات بشويه في كلاس. لك بدنا كمان ما ننسى انه الديزاينر اللي معنا صار له هلا، صرنا نحن وياه هذا خامس مطعم، يعني اول مطعم ما كان معي، وثاني مطعم ما كان معي حسن، حسن حبش، سوا ديزاين، هيز فيري نايس، هيز فيري، يعني كل مشكل بصير بيني وبينه بعدين بصير التبويس بيعطيك نتيجه بالاخر. هيز سمارت جاي لدرجه انه شيخ زايد اللي هو دي اي اف سي عملنا هيدا الموديل فيه. اوكي. وكانت فكرته انه يطور ويغير كل شيء. والحمد لله الحمد لله، هيز جود، هيز جود. بتفاهم كثير انا وياه، يعني صرنا مثل انا والشباب وصفدي تيم كلنا وحسن، صرنا مثل ما بقى نطلع من بعض يعني. 450 سيتينج، لانش اند دينر اول ويك لونج، كل الجمعه تنين للاحد. الحمد لله. فولي اوبريشنال، كيترينج بلش بابو ظبي. فيري سون يعني. حبشة العيد، حبشة العيد إن شاء الله. ضروري. خروف محشي، ايه ضروري ضروري. Anything you have it. إن شاء الله. زبون هو هو هدفك. أنا اليوم إذا كان بدي أكبر على زبوني، بدي أكبر على مصلحتي. أنا في شغلة ببيروت تلفتني نظري إنه في كتير مطاعم بتفوت تحط فاتورة كتير كبيرة وبيعملوك إنه المحل أكبر منك. هذه شغلة بتزعلني بقى بهال ببعض المحلات. أكيد لازم المحل يضل أصغر من الزبون، لازم المحل يضل يفوت الزبون يحس حاله فايت ملك لعندك، فايت هو صاحب المحل. عرفت شو؟ أنا بمرن الشباب إنه كيف يتعاملوا مع الزباين، يحفظوا أساميهم، يعاملوهم بطريقة عائلية، يخلوني أقولهم موني على المحل. عرفت كيف؟ بشوفونا دائما بيناتهم الزباين لإلي ولولادي وللمدراء. يعني هذه كمان شغله سايكولوجي مهمه كثير للزبون، انه يفوت يحس حاله انه هو مرحب فيه ومعروف من هو، بيجيب ضيوفه بيكون مرتاح نفسيا، بيكون عارف انه فايت. وكمان شغله كثير كثير مهمه انه بيعرف انه حياكل اكل طيب ويدفع فاتوره معقوله ويقعد قعده نظيفه ومرحب فيه. هذه كلها بدك تجمعها مع بعضها لتضلك ماشي، لتضلك مكمل. يعني اذا بدي اخبر، اذا بدي اطلب او اقول للجنريشن الجديده لهالشباب وحده من هالجمل كثير مهمه اللي بتقولهم، شو بتقول لهم؟ بقول له يشتغل شو ما كان بس يكون بحبه، اي شيء ان شاء الله، سوري بالكلمه كندرجي، بس يحب الصباط اللي بده يشتغل فيه شو ما كان، بس يحبه اي بزنس. انا قلت لهم لاولادي ما بتحبوا شغله، خذوا اللي بدكم اياه واعملوا البزنس اللي بتحبوه وتنجحوا فيه. بس اي انسان بالدنيا، انت حضرتك لو ما عندك شغف وبتحب شغلك، وشفتك انا ورا الكواليس قدام، يعني بدك تنجح. اي واحد بيتابع شغله بده ينجح، بس ما تيجي غصب من عنك ما حيمشي الحال، مش راح يمشي الحال ابدا.